السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية اليوم مع ليلاس كافوزي. ليلاس أرحب بك. شكرا لك نانسي، واهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الاجهزه المعنيه بذل اقصى الجهد للحفاظ على الامن وتوفير الامن والامان للمواطنين، سواء في مجال مكافحه الارهاب والتطرف او في مجال الامن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الامني والمجتمعي في جميع انحاء الجمهوريه، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنميه والتقدم الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها، بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة. وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصة تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، مما يحقق في ذلك الوقت مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة القادمة على المزيد من مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار. في سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه الحملات الأمنية على مدار الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 189 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1145 قطعة سلاح ناري، من بينها 224 بندقية و98 بندقية آلية و87 طبنجة و735 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1805 طلقة متنوعة، إضافة ل 1728 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 495,794 حكما قضائيا، من بينها 2088 حكم جناية و174,841 حكم حبس و251,201 حكم غرامة و67,664 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضموا 51 متهما
قاموا بارتكاب 102 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 65 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 101 متهم، كما تم إعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1189 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1285 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 136 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 202 كيلوغرام ونصف من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 26 كيلوغرام، وكمية من مخدر الاستروكس بلغت أكثر من 12 كيلوغرام، وعدد 36511 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. وإلى الشأن الليبي، حيث طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بسحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج، جاء ذلك خلال لقاء صالح مع رئيس البرلمان القبرصي في نيقوسية، حيث تم بحث التطورات في العاصمة طرابلس وما تقوم به قوات الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد الإرهاب. كما أكد صالح عدم شرعية حكومة فايز السراج وانتهاء ولايتها. من جانبه، شدد رئيس برلمان قبرص دعم بلاده لمجلس النواب الليبي بصفته الهيئة الشرعية المنتخبة في ليبيا. قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي إن حكومته ستواصل الجهود للحوار بشأن حل الأزمة في ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي في روما، أوضح كونتي أن الاتحاد الأوروبي عازم على لعب دور إيجابي في جمع شمل الليبيين وتهدئة الأوضاع. كشفت وكالة بلومبرغ أن جماعات مسلحة مدعومة من تركيا انتقلت من شمال سوريا إلى طرابلس، وذلك للقتال ضد الجيش الوطني الليبي. بدورها وصفت صحيفة دالي تلغراف البريطانية، وصفت إعلان أردوغان استعداد تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا بأنه قرار متهور. على وقع التقدم المستمر الذي يحققه الجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس وسيطرته على العديد من المواقع الاستراتيجية وآخرها طريق المطار ومحور صلاح الدين ومقر رئاسة الأركان ومعسكر النقلية، على إثر هذا التقدم انسحبت ميليشيات حكومة السراج من الخطوط الأمامية. وبحسب الجيش الليبي، فقد تم ضبط مدرعات تركية بحوزة الميليشيات الإرهابية، ما يدل على تدخل أردوغان بشكل غير مشروع في الأزمة وخرقه قرارات الأمم المتحدة التي تحظر توريد السلاح إلى ليبيا. الحكومة الليبية المؤقتة من جهتها دعت في بيان لها سكان طرابلس إلى التصدي للغزو التركي ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي وتطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة. وفي ردود الفعل الدولية، أكدت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن جماعات مسلحة مدعومة من تركيا انتقلت من شمال سوريا إلى طرابلس للقتال ضد الجيش الوطني الليبي. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين كبار في ليبيا قولهم أن تركيا تسعى لنشر جماعات انخرطت في أعمال إرهابية بسوريا لمساندة ميليشيات طرابلس. أما صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فقد وصفت إعلان أردوغان استعداد تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا بأنه قرار متهور من شأنه إقحام أنقرة في حرب من أجل مصالح شخصية. وحذرت الصحيفة من ممارسات أردوغان باعتبارها مدخلا إلى تحويل ليبيا لمستنقع للإرهاب وتكرار سيناريو الأزمة السورية.
قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. ووفقا للبيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن ما تبقى من المتظاهرين المعتقلين والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا قيد التحقيقات، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم. في ذات الشأن، أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية قرارا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث قتل المتظاهرين والقبض على الجناة مهما كانت مناصبهم. وقالت القيادة في بيان إن اللجنة ستتابع قضايا التحقيق التي لم تنجز لاستكمالها من أجل إحقاق الحق، والتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مراكزهم. أكدت مصادر بالرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح عاد إلى بغداد قادما من إقليم كردستان، وذلك لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية العراقية. كان الرئيس العراقي وضع استقالته تحت تصرف البرلمان بعد رفضه مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة. دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني جميع القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية والتحلي بروح الوطنية لاختيار مرشح وطني لرئاسة الحكومة القادمة. وأضاف بارزاني أن الرئيس العراقي برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة لرفضه تكليف رئيس الوزراء يرفضه الشارع. وحذر بارزاني في بيان من دخول العراق في مستقبل مجهول نتيجة تعقيد الأمور بالبلاد. جدد المتظاهرون في العراق رفضهم لتكليف أي مرشح تابع للكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددين على ضرورة استقلال العراق أو القرار العراقي الذي يعاني التخبط بسبب الولاءات الخارجية. وعبر المتظاهرون عن تأييدهم للرئيس برهم صالح الذي فضل الاستقالة على تكليف مرشح تحالف البناء. كلا للأحزاب، شعار رفعه المتظاهرون في العراق للتأكيد على رفضهم لتكليف أي مرشح تابع للكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددين على ضرورة استقلال القرار العراقي الذي يعاني التخبط بسبب الولاءات الخارجية. في ساحة التحرير ومواقع الاحتجاجات في مختلف المحافظات، أعرب المتظاهرون عن تأييدهم للرئيس برهم صالح الذي فضل الاستقالة على تكليف مرشح تحالف البناء أسعد العيداني بتشكيل الحكومة، معتبرين أنه قام بدوره الدستوري بالاحتكام لرأي الشعب. الفكرة أنهم ما يستوعبون أي محاولة يجيبوها من شخصيات قديمة إحنا رافضيها، شتى الأشكال إحنا رافضيها، لأن إحنا نريد ناس من عندنا، كفاءات من عندنا من داخل الساحة. بالتالي يعني هاي محاولاتهم كلها راح نحط عليها اكس بعدين وكلهم مريتهم. المتظاهرين مصرين وعازمين انه رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون بعيد كل البعد عن الاحزاب وعن الطبقه اللي حكمت البلد من 2003 الى الان ودمرت البلد وخربته. برهم صالح ليس يعني رجل قادم إنه من سليمانيه، هو قسم على الدستور، هو رجل يحمي الدستور ويحمي يعني حياة العراقيين، هو رئيس البلاد. مجلس النواب العراقي من جهته أبدى انتقادا شديدا ضد استقالة الرئيس برهم صالح، وأكدت رئاسة المجلس في بيان لها أن الاستقالة ستصبح نافذة خلال أسبوع إذا لم يتم سحبها. كما خاطبت المحكمة الاتحادية للفصل في الوضع القانوني لهذه الاستقالة. وفيما قالت كتلة البناء التي تعتبر نفسها الكتلة الأكبر داخل البرلمان إن برهم صالح خرق الدستور باستقالته، طالبت كتلة سائرون صاحبة أكبر عدد من المقاعد في المجلس، طالبت بتغليب الإرادة الشعبية، مؤكدة أنها لن تشارك في مشاورات الحكومة. وما بين المطالب الشعبية واستقالة الرئيس صالح التي أصبحت تحت تصرف البرلمان، ينتظر العراقيون تكليف مرشح مستقل بتشكيل الحكومة وسط مخاوف من التصعيد والعودة إلى دائرة العنف في حال إطالة أمد الأزمة.
وإلى الشأن اللبناني، حيث تظاهر عدد من اللبنانيين أمام مكتب رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، جاء ذلك تنفيذا لدعوة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتصام أمام مكتب حسان دياب رفضا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ولدعوته إلى الاعتذار. في سياق متصل، نظم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في العاصمة بيروت وآخر في جنوب البلاد. يأتي ذلك احتجاجا على السياسات المصرفية التي يشكون من أنها غير فعالة وفاسدة وسط فرض المصارف ضوابط غير مسبوقة على رأس المال لحماية ودائعها، إذ وضعت حدا أقصى للسحب قدره $200 أسبوعيا على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية تماما. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وجوب التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا وأن لبنان دخل مرحلة حرجة للغاية على المستويات الاقتصادية والمالية وتتطلب عملا حكوميا إنقاذيا بشكل فوري. وقال بري أنه يفضل تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية حتى الذين لم يسموا حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد. في ذات السياق، أكد رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية هو السبيل للإنقاذ ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. هذا ووجه جعجع انتقادا لحديث بعض كبار المسؤولين اللبنانيين حول عدم مسؤوليتهم عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتراجع، واعتبارهم أن الوضع الراهن المتأزم نتيجة تراكم أخطاء عشرات السنوات، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق التهرب من المسؤولية. وإلى الجزائر، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف أستاذ السياسة عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد جراد في تصريحات عقب تكليفه أن الحكومة الجديدة أمامها تحد كبير من أجل استرجاع ثقة الشعب، متعهدا بالعمل مع كل الإدارات بالجزائر لتجاوز الأزمة الراهنة. من طرف السيد الرئيس الجمهورية كلفني بتشكيل الحكومة، فأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة. ونحن أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة بين في مجتمعنا، وتحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن نعمل سويا مع كل كفاءات الوطن، مع كل إطارات البلاد، مع كل المواطنين والمواطنات من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة. وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا، وشكرا. Thank you.
أدانت مصر التفجير الذي شهدته العاصمة مقديشيو مؤكدة تضامنها مع الصومال للحفاظ على أمنها واستقرارها. كانت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مقديشيو ارتفعت إلى أكثر من 90 قتيلا، ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحاما مروريا عادة جراء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب. وفي السودان، أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة السودانية توقعت اتفاقا إطاريا حول مسار دارفور مع حركات الكفاح المسلح، والذي يمهد الطريق لتحقيق سلام شامل. وقال ممثل الوفد الحكومي أن الاتفاق يتيح فرصة للتنمية والخروج من كل ما يعيق تقدم الدولة السودانية، مضيفا أن الفرقاء في حالة حوار وشراكة للتأسيس لسلام شامل وعادل. قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات لقوات الحوثي شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد. وأوضح الجيش اليمني في بيان له أن القصف وقع بمديرية الملاجم، وأسفر عن تدمير عربة تابعة لقوات الحوثي ومقتل من كانوا على متنها. تسبب تسريب مائي في غلق عدد كبير من الطرق الرئيسية في الدوحة بعد فشل السلطات في السيطرة على كميات المياه المتراكمة. واعتادت الدوحة على مشاهد تراكم مياه الصرف والأمطار رغم مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها على البنى التحتية، وسط تنديد متصاعد بحجم الفساد الذي يشوب تعاقدات حكومة قطر. سوريا، تصدى الجيش السوري لمحاولة هجوم وتسلل للفصائل المسلحة في ريف إدلب. وفي ريف إدلب أيضا أزال الجيش السوري كافة الألغام التي زرعتها الفصائل المسلحة في ريف إدلب الواقع شمالي البلاد. وأكد مصدر عسكري سوري أن قوات الجيش كبدت الفصائل المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات الأخيرة مع ريف إدلب، مؤكدا عدم قدرة تلك الفصائل على شن أي هجوم ضد القوات السورية خلال الأيام المقبلة. قرر البنك المركزي التركي زيادة نسبة الضمان على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي من 13 إلى 15% في محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وأوضح بيان صادر عن المركز التركي أنه نتيجة لهذه الإجراءات سيتم سحب ما يقرب من 2,900,000,000 دولار من سيولة العملات الأجنبية من السوق. كان البنك المركزي التركي الذي يخضع لسيطرة رجال إردوغان قام بإجراء مماثل نهاية مايو الماضي، حيث رفع متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية من 17 إلى 19%، وهو ما نتج عنه حينها سحب 4,200,000,000 دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق. أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان أن حزبه الجديد سينطلق خلال الشهر المقبل، وشدد باباجان على أنه لن يتراجع عن هذه الخطوة على الرغم من تهديدات نظام أردوغان له وكذلك محاولات تشويه سمعته. وأضاف أن الجهود الخاصة بإطلاق الحزب قد استغرقت وقتا أطول من المتوقع، لافتا إلى أن الشعب هو من سيقرر اسم الحزب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف واع بقضايا وطنه. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماعه بوزيرة الثقافة إناس عبد الدايم لمتابعة خطة عمل الوزارة، والتي تضم 7 برامج رئيسية تتمثل في تطوير المؤسسات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتحقيق العدالة الثقافية وتنمية الموهوبين والنابغين وكذلك المبدعين.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي. جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة في عدد من مستشفيات بورسعيد لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة. لقيت فعلا الثقافة تغيرت بشكل كبير جدا وجدي جدا لمقدمي الخدمة. دلوقتي مفيش ملف طبي فتحته في أي مستشفى زرتها إلا ما بلاقي إن في ميديكال فايل كامل، في صيدلي إكلينيكي مراجع إحنا دلوقتي بنتكلم في أنهي كلينيكال بروتوكول هنشتغل بيه، ولأن إحنا عينينا على الكفاءة الخدمة الطبية وكفاءة التشغيل والتكلفة. الحاجة دي عجبتني جدا، ان انا خلاص الناس كلها مش بس تغيرت ثقافتها، لا كمان بتشتغل بالطريقة دي. اللي عجبني كمان ثقافة المواطن البورسعيدي اللي بدأ يدخل في المنظومة بشكل ايجابي جدا. جيت برضو عشان اشوف استعدادات المحافظة او المستشفيات والوحدات لبدء تحصيل المساهمات ل10% من ثمن الدواء والفحوصات اشعة وتحاليل ابتداء من 1/1. احنا النهارده بورسعيد وصلت لحاله بالنسبه للتامين الصحي الشامل، المواطن نفسه راضي عنها تماما، الخدمه الصحيه اللي بتتقدم للمواطنين على اعلى مستوى. يعني وصلنا النهارده اكثر من 13,000 عمليه في اقل من 5 شهور. احنا بدانا التامين الصحي الشامل التجريبي اعتبارا 1/7، ثم بدانا دلوقتي المرحله التنفيذيه بالنسبه للمواطن هيساهم ويشارك انه في المساهمات والاشتراكات بالنسبه للتحليلات الطبيه، بالنسبه الأدوية، بالنسبة للإشاعات اللي بيعملها. النهاردة شفنا النهاردة وتفقدنا التغيير الثقافة اللي حصلت عند المواطن نفسه، وتغيير الثقافة حصل في الوحدات الصحية والمستشفيات اللي موجودة النهاردة. نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام أكثر من 7,000 كوب قهوة على مساحة 60 متر، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن ذلك سوف يسهم في الترويج للمتحف والمقرر افتتاحه العام القادم. المتحف المصري الكبير الحقيقة بيحصى على أهمية عالمية، جميع يعني المهتمين بالسياحة وبالسوق المصري بيتابعوه عن كثب، فأعتقد أنه هو الوضع كمان معكوس أنه جينيس اختاروا المتحف الكبير يعني علشان يضفوا على الحدث بتاعهم كمان أهمية، واختيارهم لقناع توت عنخ آمون المشهور عالمياً ده برضو بيأكد هذا الاختيار. 7,260 فنجان لتوت عنخ آمون، ما فيش حد في العالم ما يعرفش مين توت عنخ آمون، ما فيش حد في العالم ما يعرفش ماسك أو قناع الملك الشهير توت عنخ آمون، لا ده العالم كله يعرفه، فاختيار صائب من جينيس إنها تعمل وجه توت عنخ آمون على فناجين القهوة. طبعا قاعات الملك توت عنخ آمون لو احنا نعرف او حضراتكم تعرفوا قبل كده، القاعات دي مهمة جدا جدا جدا، كنوز الملك توت عنخ آمون مجمعة ان شاء الله يتم عرضها في 2020 لأول مرة مجمعة تحت سقف بناء واحد في قاعتين أثريتين، عرض متحفي فيهم حوالي 7,200 متر مربع، بالإضافة لمجموعة من القاعات الرئيسية اللي هي 18,000 متر مربع والدرج العظيم والبهن العظيم. في 28 من ديسمبر لعام 1948 اختالت جماعة الإخوان الإرهابية رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي. المزيد في سياق هذا العرض. We'll be right back.
ننتقل الآن مشاهدينا لمتابعة النشرة الاقتصادية مع الزميل عمر مصطفى. مزيد من أخبار الاقتصاد إذن معك عمر، تفضل. شكرا للاس، أهلا بكم مشاهدينا، هذه وقفة في آخر أخبار الاقتصاد. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. بحث وزيرا النقل والمالية في اجتماع مشترك سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية والتحول التدريجي إلى النافذة الإلكترونية الواحدة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراغ وتكليف التخليص الجمركي. كما أكد الوزيران ضرورة تحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية والدخيلة وسفاجة وميناء دمياط. أكد خالد العناني وزير السياحة والآثار أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وافق على مقترح بإنشاء مجموعة وزارية للنظر في قضايا القطاع السياحي وخدمة المستثمرين. هذا وأضاف العناني خلال لقائه بمستثمر البحر الأحمر أن رئيس السيسي أعطى تكليفات واضحة بتقديم كل الدعم والمساندة لخدمة القطاع السياحي وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. هذا وشدد أيضا الرئيس السيسي على دعم رئيسي للاستثمار السياحي لأنه يسهم في توفير فرص عمل بشكل كبير. أعلنت مصلحة دولة صينية للنقد الأجنبي أن ديون البلاد الخارجية غير المسددة تجاوزت تريليوني دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. قال المتحدث باسم المصلحة أن الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار عن المسجل في نهاية يونيو بزيادة طفيفة بلغت 1.7%، مشيرا إلى الهيكل للديون الخارجية للصين شهد تغيرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر الثابتة. استدعت شركتا فورد وسايك نحو 17 ألف سيارة بالصين لمخاطر تتعلق بالسلامة. أعلنت هيئة مراقبة الجودة في الصين أن الشركتين تعهدتا بترقية برنامج وحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية للسيارات المتضررة مجانا لإزالة خطر السلامة. كانت هذه هي وقفتنا الاقتصادية، والآن عودة مرة إلى نانسي نور. إليك نانسي. عمر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما قدمته من أخبار، شكرا لك. إذن مشاهدي ننتقل الآن معكم في هذه النشرة إلى أهم أخبار الرياضة. يواجه الأهلي ضيفه فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هذا ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف فريق الهلال السوداني الوصيف، بينما لم يحقق بلاتينيوم أي نقطة متذيلا بذلك المجموعة. يواجه فريق الإسماعيلي مضيفه الاتحاد السكندري اليوم على استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، كما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة في 24 يناير. من جانب آخر يلتقي فريق أسوان مع ضيفه فريق طلائع الجيش في 2:30 ظهر غدا الأحد على استاد أسوان الرياضي في لقاء مؤجل من المجموعة السابعة لمسابقة الدور الممتاز. هذا ويحتل طلائع الجيش المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.
يلتقي بيراميدز مع مضيفه المصري في تمام السادسة مساء غدا الأحد على استاد الإسكندرية، وذلك ضمن مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف على المصري صاحب المركز الثاني، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيب الموريتاني في المركز الثالث والرابع بدون نقاط. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. أخبار الطقس مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. في أمان الله.